برعاية معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأستاذ الدكتور نبيل كاظم عبد الصاحب المحترم، وإشراف السيد رئيس جامعة البصرة الأستاذ الدكتور سعد شاهين حمادي المحترم، ورئاسة السيد عميد كلية الطب الأستاذ الدكتور مرتضى المسافر المحترم، تقيم كلية الطب في جامعة البصرة المؤتمر الطبي العالمي 17 للفترة من 19 إلى 21 آيار من العام 2022. المكان فندق السيف جراند ميلينيوم في البصرة، مع تحيات قسم العلاقات العامة والإعلام في جامعة البصرة.